سلام الله عليكم جيش العظيم. في مملكتكم مملكة الروايات والقصص، ودائما في سلسلة تجارب عادل مع الرقية الشرعية. وبالمناسبة اخوتي، قبل ما نبدأ هذه القصة، ان هذه القصص ديال تجارب عادل راه ماشي انا اللي وقع معي هذه التجارب. كاين الناس اللي داخلين هنايا فلاشين عاد جداد، يمكن او كيظن ان القصص انا اللي مريت بهم والتجارب ديالي انا. فلا، انا هنا راوي للقصص، كنراوي لكم القصص ديال الناس اللي وقعوا معهم هذا الشيء، من بينهم قصص المتابعين ديالكم نتوما اللي كتبعتوها ليا وانا كنرويها، وايضا تجارب عادل فراه هو اللي مر بهذه التجارب كاملين وهو اللي كيكتبها لينا. وايضا المدونه ديالو هذه اللي كنحطها لكم دائما، راه كل القصص او التجارب اللي مر بهم راهم كاينين تماك في المدونه. فهذه نقطة مهمة بغيت نشير ليها قبل ما نبداو القصة. بالنسبة للناس الجداد، هما الناس القدام راهم عارفين الشيء اللي كاين، وعارفين يعني البرامج والسلسلات اللي كنديروا منها في القناة، وراكم عارفينهم وحافظينهم عن ظهر قلب. فالقوانين الاستماع كيف العادة، جلسوا في مكان هذا وبعيدين عن الضوضاء طبعا، وضعوا السماعات الأذن وطفئوا الأضواء وعيش الأحداث وكأنك أنت بطل هذه القصة. ويلا صلوا على النبي وخليونا ندخل في القصة. رجعت كنقرأ منين حبست، والحقيقة أنني اندمجت في كلام الله تعالى لوحد الوقت واللي ربما تجاوز من نصف ساعة، غير مبالي بصرخات البنت ولا بدوك الحركات اللي كيدير هذاك. وبدون توقف انتقلت من تلاوة القرآن إلى تلاوة الأذكار وآيات التحصين بشكل متكرر، مع التركيز على الحركات داك عدو الله اللي كان كيتمايل قدامي بحال شي سكران، وأنا كنقلب صوت مرتفع. وضعت يدي على رأس الفتاة لكي لا أوقف صراخها، وعلى الأقل أقلله. وبمجرد ما حطيت يدي بدات كترغب، قلت لي حيد يديك حيد يديك. قلت لي علاش؟ قلت لي كتحرقني كتحرقني. قلت لها ما غاديش نحيدهم. انتقلت لن نبطل السحر حتى ولو تشرق الشمس من مغربها، أنا غادي نبطل بمشيئة الله تعالى، حتى وإن أجهدت روحك وروح عدو الله اللي معك. عند وفاة الجن يبطل السحر الذي قام به، لذلك يلجأ العديد من الرقات لقتلهم وإحراقهم بكلام الله، لأن في ذلك ضمان لبطلانه. إلا قتلتيني غادي يقتلوك، وإلا ما قتلوك غادي يقتلوا ولادك. أنا لست بظالم، والله أعلم بالظالمين، وأنت أحدهم والآخر راك يتمايل له. وشكون هما شهودك إلا قتلتيني؟ ما غاديش تكون قتلتني ظلما. قلت له شاهدي الأول والأهم هو الله سبحانه وتعالى، وشك فيك شهادته؟ أقسم بالله ما بقى زاد هضر. قلت ليه ايوا هضر، ولكن والو ما بغاش يجاوب. قلت ليه ان لم تعجبك الشهاده ديال ربك والذي خلقك، يحومون بالمكان ولا شك انهم يسمعون ويعلمون من الظالم ومن المظلوم ومن الغاصب والمغصوب. صافي انا غادي نمشي نبطلو، يلا غير طلقني. هذا اخوتي خطا شائع يوقع فيه الرقات، لأن أغلبهم حين يقولون هذا إنما يكذبون ويبتغون الفرار فقط. لا سيدي لا، ما غاديش نخليك تمشي تبطلو، إنما غادي تبطل هنا وفي وسط هاد الغرفة، كما حصل في إحدى الحالات اللي حكيتها في المنشور السابق. قال لي ما يمكنش، خاصنا نبطلوه في البلاصة اللي تدارت فيها. قلت له السحر أينما أبطلته ففي ذلك خير للمسحور وخلاص له،
فلا داعي للمماطلة، لأنني ما غاديش نطلقك لا انت ولا هذاك إلا بعد أن يبطل السحر. وأنا من دامش كنكلم عدو الله اللي كان رابط على القلب ديال الفتاة. إلا في لحظة بديت كنشمشي ريحة، ريحة نثينة بشكل لا يحتمل. التفت لذاك عدو الله الآخر لأرى ماذا يصنع، فإذا بي أرى منظرا تقشعر له الأنفاس. رأيت شخصا ميتا ممددا في المكان واللي كان واقف في ذاك عدو الله، وكانت الجثة ديال الرجل كتخرج منها رائحة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والدود كياكل منها. الجثة كانت لواحد السيد من العائلة كنعرفه عز المعرفة، وكانت كتربطني بعلاقة وطيدة. والله يذكره بالخير أينما كان. ولا أخفيكم أنني أحسست ببعض التوشس من رؤية الجثة، رغم أنني أعلم كل العلم أنه سحر تخيلي، ولكن يبقى الأمر صعبا الصراحة. قلت ليه وش ما غاديش تحيد هادشي من هنا، راك ما غاديش تخلعني به، وبتصرفك هذا إنما تعجل هلاكك فقط لا أقل ولا أكثر. قال لي هادشي اللي كتشوف حقيقي، وهذا راه مات هادي أزيد من 15 يوم، وش ما عرفتيش؟ قلت لي هاد الكلام قولوا الأداء الله بحالك، أما التخربيق ديال السحر تخيلي راه ما غاديش يأثر فيا، وخا تقلب هاد الغرفة سفاعل عليها، وخا تهيئ لي أنني وسط جهنم، ما غاديش نتأثر بقدرة الله سبحانه وتعالى، لأنه ببساطة ما جئت به من السحر فالله سيبطله. غمضت عيني كما درت في الجلسة الأولى، وبقيت كنقرأ محاولا ما أمكن نسيان الرائحة الكريهة اللي كانت كتعمل أرجاء المكان. نصيحة لأي أخ معانا هنا وكيمارس الرقية الشرعية، ما خصكش أنك تتأثر بدوك الخرجات اللي كيديرو من وسط الجلسة، وعوض ما يخلعوك بها إنما فرح واستبشر خيرا، لأن فيها بشرا لك وللمريض أيضا بكونهم بدوا يهزمون. فإياك ثم إياك والتأثر. كما قلت أغمضت عيني وبقيت كنقرا حتى بدات الرائحة كتخف شيئا فشيئا. عاد حليتهم وفعلا ما بقيتش لقيت ديك الجثة، وحتى هذاك الكافر بالله اللي كان متجسد على شكل إمام إبراهيم ما بقاش كيبان ليا. قلت لها ديك فينا هو، ولكن أجابني هو بنفسه وقال أنا هنا. قلت لي أشنو اللي كتقربوا لبعضياتكم؟ قال لي هذاك أخي من أبي وأمي. قلت لهم مزيان، ودابا واش بغيتوا تموتوا هنا ولا تبطلوا السحر؟ فلا خيار لكم إلا الموت أو إبطال السحر. ما غاديش تقدر تقتلنا. قلت لي لو لم أكن أقدر لما كلفت نفسك أن تخيل لي بأن صديقي تحول إلى جثة يأكلها الدود أمام ناظري. دابا ما بقاش كيهمني أنك تبان لي ولا لا، لأنني حكمتك بكلام الله لا أنت ولا هذا، ودابا ما غاديش نسكت من كلام الله، وما غاديش نحبس الرقية إلا بإبطال السحر أو بموتكم، والخيار لكم. ما خليتوش يهضر، وإنما رجعت كنقراو فعلا لأول مرة ومنذ بدأت الرقية أفكر جديا في إزهاق الروح الجني، ويعلم الله سبحانه وتعالى كان هادشي آخر ما كنت أريده، لأن دوك القوم لا ينسون ولو كانوا ظالمين. بقيت كنقرأ آيات والأذكار التحصين بدون توقف، وكنت كلما أكملتها أعيدها، وصراخ الفتاة أمامي لا يتوقف، ومن هوله رجعت حطيت يدي على راسها، وهذه المرة غير حطيت يدي سكتات بشكل غريب، ولكن ما تسوقتش واستمريت في القراءة. وفي لحظة يا إخواني كنقسم لكم بالله إلا البنت شدات لي يدي وبقات كتبوسها وكتقول عافاك عافاك صافي بركة عافاك.
قلت لها بارك انتوما، سنين وهاد السيده كتعذب بسبب السحر اللي درتوه بركة، وانا ما غاديش نوقف حتى يبطل برضاكم او بموتكم. قال لي من غير تردد، غادي نبطلوه غير سكت. قلت ليه خصني نشوفه كيتبطل قدامي. قال لي غير طلقني نمشي نجيبو. قلت ليه لا، ولكن غادي نطلق داك عدو الله هو اللي غادي يمشي يحضرو فين ما كان ويبطلو قدام عيني. جاوب الاخر وقال واخا. قلت ليه قبل ما نطلقك اعطيني العهد باللي غادي ترجع معك السحر. انا كان عهدك. قلت ليه الا ما رجعتيش غادي نحرق خوك وغادي نجيبك فين ما كنتي. بلا ما تهددني غير طلقني وانا غادي نجيب لك السحر. عيطت على الام ديال البنت وقلت ليها حلي الباب وحيدي من قدامه. حلات الباب وهاد المرة قلت ليها خليه مفتوح وما تسديهش. رجعت باش نهدد الاخر ونقول ليه الا ما رجعش غادي نحرقك، لكن سكت وما بقاش هدر. وما دازت الا لحظات حتى كنشوف البقايا ديال العظام في وسط الغرفة ومنها بعض الملابس اللي نهشها التراب، ويعلم الله ما في داخلها. عرفت ان ذاك عدو الله رجع وقلت ليه واش هذا هو السحر اللي درته ليها؟ قال لي اه هو هذا. قلت ليه بطلو. قال لي بطلو انت. قلت ليه لا، انتم من سيبطلوه فلا داعي للمماطلة. وداك الشي اللي كان بحيث ان ذاك الويل اللي كحل شعلات فيه العافية حتى ولا رماد، وكنقسم لكم بالله الى فاش شفتو تحول الى رماد وعيني تغرغرو ماشي حيت السحر تبطل، ولكن حيت ما اضطريتش انني نقتلهم. قال لي السحر وبطلناه، اشنو باقي بغيتي عندنا؟ وقلت له هذاك عدو الله واللي جاب داك السحر، انا غادي نطلقك انت الاول، وعاهدني قبل ذلك انك ما عمرك باقي تقرب لهاد البنت ولا لاي فرد من العائله ديالها، وباللي ما عمرك باقي تأذي شي انسان. قال لي غادي نعاهدك، ولكن الا جبدني الانسان غادي يلقاني، وقبل ما تطلب مني نوقف طلبها من ذاك اللي كيسخرني. قلت له سير بيني وبينك الله. قبل ما نكمل كلامي قالت لي البنت طلقني خليني نمشي. قلت له بلاتي انت مازال شويه خاصني نتاكد بعدها ياك ما مخلين شي حاجه فات السيده. ناديت على امها وجابت لي الكاس ديال الماء المرقي وسميت الله وشربته للبنت بزز، والحمد لله لم يحصل اي استفراخ، وهذا دليل انهم ما وكلوها والو. عاود شربت هالكاس اخر وانتظرت قليلا ونفس النتيجة. حينها فقط تأكدت ان لا سحر في جوفها وان الله فك اسرها واسر الاخت ديالها الكبرى. قلت ليه عاهدني امام الله سبحانه وتعالى انك ما غاديش ترجع لهذا المنزل ولا اي المكان فيه هاد الناس. قال لي اعاهدك فعهدك يقيدك وان عدت عندنا. صراحة انا من شدة الاعياء اللي كنت كنحس به ما بقيتش قادر نهضر حتى مع البنت، وباش نعرف واش ولات غير بوحدها، وانما استعنت بالام ديالها باش تفيقها ومن السهول اللي هي فيه. ومرتاحش القلب ديالي حتى سمعت البنت تقول الام ديالها شنو وقع امي شنو وقع. حينها فقط ارتاح قلبي وهدأ روعي، لان في ذلك دليل على ان السحر ابطل وان عدو الله اللي كان لاصق ليها في الجوف ديالها خرج وهرب هالكلب. قلت الام ديالها على سلامة بنتك لالا، وهذاك المارد اللي كتشوفي هو السحر اللي كان معمول ليها وتم ابطاله بقدرة الله عز وجل وبامر منه. وبقات المسكينة كتدعي بحال اي ام كانت كتعاني الامرين مع الاعداء ديال الله ممن استباحوا الحرمة ديال بيتها وبناتها. ولكوني كنت عيان وكنت باغي غير نخرج، استأذنتها انها تخرج بنتها الصغيرة وتديها عند اختها الكبيرة وتفيق الاخت الكبيرة وتنادي لي على الزوجة ديال الابن انها تجي لعندي وتسد البيت
حتى نعيط ليها. قالت لي علاش ياك ما بيها والو. قلت لها بغيت نتاكد على لا وما تبقايش قدام البيت، سيري عند بناتك حتى نخرج لعندكم. وداكشي اللي دارت، نادت عليها وجات لعندي والحيره باديه على الوجه ديالها وكانها كتقول مال هذا اش باغيني. غير سدات حماتها الباب وانا نقول لها واش عرفتي علاش بغيتك؟ قالت لي لا وانا ما فيها والو. قلت لها عارف ما فيك والو ولكن. ماشي حشومة عليك؟ ماشي حشومة عليك على داكشي اللي درتي للأخت الزوج ديالك الكبيرة؟ والله إلا غير قلتها تصدمات والكلام مبقاش قادرات تخرجوا من فمها وبقات غير كتشوف. قلت لها خاصك تعرفيها بنت الناس بلي أي حاجة درتيها عندها علاقة بالسحر راه ربي غادي يفضحك وعلى لسان دوك اللي سخرتيهم باش يديروه. وهادشي اللي وقع لك دابا، انتي سحرت البنت نهار الفلان الفلاني وعند فلانة، وها شنو عطيتيها وشحال عطيتيها؟ واش هادشي كاين ولا ما كاينش؟ بقات غير ساكتة وما كتهضرش. قلت ليها ايا كان اللي دارت لك هاد السيدة وهادشي اللي فرضنا انها دارت لك، ايا كان ما عندكش الحق انك تسحري ليها وتبغي تدمري ليها حياتها بسببك. انتي عامين ونص وهي عايشة في الجحيم بفعل ألم تاع الراس. بغات تهضر وقلت لها سكتي، انا بغيتك تسمعي ماشي تهضري، حيت اي كلام قلتيه غادي يزيد يكرهني فيك. لانه صراحه انا كنت كرهتها والله العظيم. قلت لها دابا بنت الناس انا علمتك وقلت لك شنو درتي للبنت، ويكون في علمك وكنقسم لك بالله العلي العظيم نهار باقي ديري شي حاجه ولا نهار نسمعك واخا غير من بعيد انك قصدتي شي سحاره ولا شوافه حتى نفضحك مع راجلك والاهل ديالو والاهل ديالك والعالم كله. هاني علمتك وباش ما تقوليش انني ظلمتك، وراه واخا نكون خرجت من المدينه ولا جاب الله وسحرتي ليهم مره اخرى غادي نعرف، وطبعا لا يعلم الغيب الا الله. ولكن انا كنت باغي غير نزيد نخلعها وصافي. قلت ليها اقسم بالله ما بقيت نعاود اسيدي. قلت ليها انا ما سيدك وما بيني وبينك والو، وداك السيد اللي دار فيك الثقه وخلاك تقابلي مو وتحافظي على بيته وتكوني مصدر النسل ديالو راه ما يستاهلش منك هادشي اللي كديري. وداك الكلب اللي كتمشي لعنده وتخطري راجلك معاه مازال غادي يفضحك الله وغادي توصلني اخبارك. السيده ما عرفاتش باش تبلات حيت ما كانتش متوقع انني غادي نعرف باللي هي على علاقه غير شرعيه باخ الشوافه اللي كتمشي لعندها. قلت ليها بلا ما تحاولي تنكري راه كل شي واضح عندي وشايفه كيف ما كنشوفك دابا. دابا يلا نوضي الله يعاونك، وانا كنعهدك امام الله باللي نهايه هاد الطريق اللي غادية فيه غادي تكون خايبة وخايبة بزاف ليك ولأهلك، وأنا نصحتك والله وراء القصد. ناديت على الأم ديال الزوج وقلت لها السيدة ما فيها والو، وقلت لها مالها صفرة. قلت لها غير الخلعة واللي كانت شدتها. نضت وخرجت ومشيت للبيت واللي فيها البنات، ولقيت البنت الكبيرة فايقة ولكن ما عقلاش عليها. عاودت رقيتها رقية الأخيرة باش نتأكد من خلوها من السحر، وعطيتها الماء المرقي وشرباته وبكل راحة وسلاسة. قلت ليها هي والأخت ديالها على سلامتكم والله بعيد عليكم وولاد الحرام، وخرجت من عند الأم ديالها وأنا مخليهم كيدعوا معايا للداخل، وخا أنا متأكد باللي ما عارفينش علاش كيدعوا أصلا. قبل ما نهضر مع الأم ديالها كانت بادرتني بالدعاء الغزير والذي أسأل الله سبحانه أن يستجيبه، وقالت لي المسكينة على نيتها شحال طالبة بليتي. قلت لها شوفي يا لالا أنا هذه ماشي الحرفة ديالي ولا أمتهنها للرزق، وخلاصي شديت وفاش طعمتيني وفاش دعيتي معايا
ولكن كان سالك واحد 400 ريال. يعلم الله انها ماشي ليا، ولكن الثمن ديال المال اللي هزيته من المحل باش جبتو ورقيتو به. قلت ليها واخا وليدي، قلت ليها ما تعطيش ليا هنا، جيبيه ليا المحل ان شاء الله فاش تبغي تجي تشري الحليب كيف العاده ديالك. وقلت ليها الا عندك القدره بغيتك تشري 2 الغرام ديال الزعفران الحر وجيبيه ليا المحل ونقول لك اش غادي ندير به. سلمت عليها وقلت لها على سلامة بناتك مرة أخرى، وجيت خارج وأنا كنشوف ديك الزوجة ديال ابنها كتشوف فيها من وراء الستار، وقلت لها ما تنساش اللي قلنا حيت إلا نسيتيه ربي ما كينساش. خرجت من الدار كانت الساعة 8:30 ديال الصباح، من وراء المغرب حتى 8:30 ديال الصباح وأنا لعندهم. مشيت للمحل وحليته، واخا كنت عيان ولكن الانسان فاش كيكون طالب معاشو كيبقى مجبور انه يلتزم. جات عندي داك النهار في العشيه وجابت لي الزعفران وشديته ومزجته بالماء حتى عطى اللون الفاقح ديالو، وكتبت ليها به 12 حجاب ديال التحصين، والهدف منها هو تحصين المنزل بالكامل من اي سحر ومن اي حسد او نفتة حقد سواء من زوجة الابن ديالها او غيرها. وبهكذا كنت غادي نضمن انه ما عمر ديك الدار غادي يدخل ليها السحر باذن الله الواحد الاحد. وطلبت منها ما توريش للزوجة ديال ولدها نهائيا، وتعلقهم في اماكن حددتهم في البيت من غير ما تشوفها، ووعدتها انها ما حدك الحجابات معلقين ما عمر السحر يدخل دارهم. واللي خلاني ندير ليها دوك الحجابات هو الخوف ديالي من ديك الإنسانة بكل صراحة، لأنني ما كنتش تايق فيها خصوصا من بعد دوك الشوفات اللي كانت كدير ليا. فاش بغيت أنا نخرج من الدار. وهذه هي القصة ديال الأختين اللي من خريبكة يا إخوتي، ويشهد الله تعالى أنني أهاني من ألم وبرح في الصدر ديالي بعد انتهاء من كتابة الجزء الأخير هذا، ونظرا لطول الوقت واللي استغرقاته مني في الكتابة. داكشي علاش كنلتمس منكم العذر، فأنا بالرغم من ذلك اختصرت الكثير والكثير من الأحداث واللحظات بقدر الإمكان، وأرجو متوسلا راغبا من المشككين ألا يقرأوا ما أكتب فهو لا يصلح لهم. فملاحظة الأخيرة، الكثير غادي يتساءلوا علاش ما فضحتيش الزوجة. جوابي ببساطة هو أنا لست بفاضح عبد ستراه الله وبعده ستراه الجن، فمن أكون أنا لأفضحها؟ أنا خدمتي درتها، وهي إلى بقات على حالتها ربي سبحانه غادي يفضحها. وكانت هذه هي النهاية. السلام الله عليكم من جديد مستمعين الكرام. فهذه هي كانت نهاية ديال هذا الجزء او هذه القصة كاملة. صراحة انا من اللي كنت كنروي كاع هذه القصة، انا صراحة جمعت كاع القصة رويتها خطرة واحدة، ولا لا لا سجلتها على 2 خطرات، وصراحة طالني واحد العياء اللي كبير 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 بزاف. فما بالك ان عادل المعزوزي أنه جالس مع هاد الأختين وكيعالش فيهم قعد ساعات كاملة. فغيمو كنسأل الله سبحانه وتعالى أنه يجازيه خيرا ويكثر من أمثاله يا رب. ونخليه أيضا دعوات بزاف سي عبد الله الله يرحمه، لأنه بسببه دائما كنسمعوا القصص ديال عادل وكنستافدوا منهم، وأيضا بزاف الرقات صراحة متبعيني وكيستافدوا من بعض الأحداث اللي كتوقع مع عادل. فشكرا جزيلا خوتي، كانت هذه النهاية ديال القصة. فما كرهناش أنكم تخليوني لنا كومونتيرات بزاف وتعاليق اللي تعبر على تتبع ديالكم لهذه الحلقات كاملة، وتعطونا الآراء ديالكم وشنو شفتوا وشنو تحسيتوا، وأي حاجة غادي تكتبوها أنا غادي نقراها.
بالمناسبة في القادم الأيام إن شاء الله غادي نرجعوا لسلسلة قصص المتابعين اللي هي القصص نتاعكم نتوما، فكنعتذر الناس بزاف اللي مازال ما نزلت لهم القصص ديالهم. وكتذكيري فقط كاع الناس اللي بعتوا لي الرسائل ديالهم، كنطلب منكم أنكم تذكروني بالقصص ديالكم وتبعتوا لي رسائل باش القصة اللي مازال ما نزلتها نكون يعني ما يكونش داز عليها الوقت بزاف. فما شاء الله عليكم الرسائل اللي كتجيني كثيرة وكثيرة بزاف، فهذا ماشي عتاب ولكن كنحمد الله وكنشكروا على المحبة ديالكم ليا والرسائل اللي كتبعتوها ليا. داكشي علاش الناس اللي كيبعثوا لي القصص كيبقاو لتحت كينزلوا لتحت، داكشي علاش كنقول لكم يعني ذكروني الا ما نزلتش القصه ديالكم ذكروني بها. وايضا انا راني موجد قصص ديالكم بعدا وخصني ننزلها، وكذلك القصص اللي مازال ما نزلتها ان شاء الله غادي تنزل. فهادشي اللي كاين. فاخيرا كما قلت لكم والفيسبوك ديالو والقناه ديالي الثانيه والصفحه ديالنا في الفيسبوك والانستغرام غادي تلقاهم في الوصف. كنتمنى انكم تدخلوا عندنا كاملين وتضيفوني عندكم، فنتلقاو في قصة جديدة ان شاء الله. فإلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. كان معكم من مورا المايك حماد القرشي من قناة راوي ستوريز.